في تفاصيل اكتر في بصمات واضحه كابتن معتمد جمال حطها مع الفريق كانت سبب من اسباب التطور في اداء الفرقه، ومنهم واضحه وصريحه انك بتخرج كلين شيت. حتى المباراه مع كوتش سوري، المباراه اللي كنت بتكسبها 5 اهداف وهي مباراه سموحه، كان لازم يدخل فيك هدف، تبقى كسبان لحد اخر دقيقه لا يدخل فيك هدف. لاول مره من فتره بعيده نلاقي نادي الزمالك اللي بيتعمل عليه كومباك مش هو اللي بيعمل الكومباك. شايف البصمات الواضحة دي كانت ايه اسبابها؟ هو انا كنت يمكن قلت الكابتن معتمد من الناس اللي عندها خبرات كبيره. خلي بالك الكابتن معتمد، شوف انت متخيل، هو كان مدرب مساعد مع مستر رود كرول في السنه اللي انا جيت فيها نادي الزمالك، كانت سنه 2007. يعني الراجل هو ممكن هو اكيد تقريبا شغال من قبل كده، بس تتكلم 2007 دلوقتي تتكلم في 17 سنه، الراجل مدرب مساعد مع مدربين كبار، مسك منتخب اولمبي فتره، فالراجل عنده خبرات كبيره قوي. الميزه اللي كلنا حاسينها وشايفينها ان الراجل بيعرف يتعامل نفسيا كويس جدا مع اللعيبه. يعني اللعيب الكبير واضح جدا معاملته للعيبه الكبار ان هو بيدي لهم وضعهم جوه الفريق، وبيعرف ازاي يتعامل او يحتوي اللاعب الصغير، واللاعب اللي غايب اللي بعيد بيعرف يتعامل معاه ازاي، وازاي يبقى مجهزه ان هو يبقى ستاند باي اللي هو احتاجه في اي وقت يلاقيه. فواضح جدا ان حته المعامله النفسيه دي نقطه مهمه جدا، يعني ما ينفعش نغفل عنها. في نفس الوقت فنيا فكره انك انت بيخش فيك دي حاجه مهمه جدا في الكوره دلوقتي، انك انت ازاي تدافع. الدفاع مش الاربعه اللي ورا والحارس بس، لا الدفاع ده تيم وورك كامل. فاكيد هو والجهاز الفني المعاون اكيد برضو ليهم كل التحيه والتقدير، احمد مجدي وعبد المنصف اكيد شغالين بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت دي على اللعيبه وعلى تمركزاتهم ووقفتهم في الدفاع وتحركاتهم في الدفاعيه والهجوميه، وده اللي خلانا نشوف حاجة حلوة يعني، وإن شاء الله يعني تكمل بحاجة أحسن إن شاء الله.